اولا هاد الاغنيه قولي قولي هي من كلمات محمد امير، الحان اشرف قيهي، توزيع بدر مخلوقي، اخراج سفيان جراف. الفكره حاولنا نخدموا على فكره جديده، جبنا الناس ديال زمان، الحوايج اللي توحشناهم فريمون. الموضوع ديال الاغنيه جا يعني قلنا انه احنا ديما كنلاحظوا انه الناس ديال زمان داكشي ديالهم الزوين ما بقاش، حاولنا نجيبوا اغنيه اللي هي خفيفه على القلب وتكون توصل فكره جميله. بصراحه قلت الرجعه ديالي خص فريمون تكون شي رجعه من القلب، ماشي غير اغنيه نيائيت وكلام خفيف. لا، حاولت انني يعني ملي خدمت مع التيم سمعوني لا شانسون عجبتني. اولا الاغنيه كانت سي سويت، كانت كتشطح، حاولنا نرسيوها شويه ونديروا لها توزيع تركي. انا كنحماق على الموسيقى التركيه، يعني الالات دخلنا عليها بايلاما في تركيا، بدر دار خدمه جميله، اشرف في اللحن كان رائع، الكلمات يعني فريمون كان تيم جميل بزاف، الاخراج سفيان جراف دار خدمه جميله جميله بزاف. سبب ستاوي لانه تو سامبلومون انسان صادق، فنان صادق، وقلت ان هاد الاغنيه غادي تنجح معاه، وسواء يعني سواء نجحت او لا اغنيه اللي خدمتها بقلب، فبغيت نديرها مع شي انسان اللي هو يكون حقيقي ويديها بطريقه جميله. شوفي ما نقدرش انا نقول انا اليوم اختاريت اسامه تفضيلا لارتيست اخر، ولكن بحكم خدمنا راجل مره بجوج كان بيناتنا واحد الكيمستري جميل. الفيلم لقى نجاح جميل بالنسبه للتيليفيلم، قلت علاش لا، وتكون نيت الرجعه ديالو لانه توحشناه في الغناء، عنده صوت جميل، علاش لا تاهو ما يغنيش. انا لا فيغيتي دائما كنفضل ندير الانتاجات ديالي باش كنكون بعيده على شي حد يتدخل ليا في بزاف ديال الحوايج. الحمد لله يعني قمت بالانتاج الكامل دو ا زد. كنفضل ما ندخلوش في توسكي مادي، لانه الا جيتي تشوفي والله ما حس زعما ما حطيتش ورقه وقلم وقلت بلي ديتاي، ولكن زعما ما بخلتش على العمل وما بخلتش على ليكيب، وكل شيء كان فرحان واجواء كان جميله والحمد لله. شوفي انا 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 ما دخلت المجال الفني الا وعرفت غادي يكون عندي محبين وغادي يكون عندي منتقدين، ودائما كنقول انا مع الانتقاد البناء اللي هو عليه اسس، ماشي غير هدر خاوي. اي شخص انتقد العفويه ديالي يقدر انا ما تفهمت ليش اولا ما بغانيش في الاول وفي الاخر، انا ما نقدرش يكون الناس كاملين كنعجبهم، انا ماشي بارفيت، جو نو سوي با بارفيت، انا انسانه عاديه جدا كيما انت تقدري تبغيني، كيما انا نقدر نشوفك ونحكم عليك بلا ما نعرفك، وفي الاول وفي الاخر ديك الهضره كتدخل من الاخر كتخرج من الموضوع.